مثل كل يوم جمعة سبت وتنين حل موعدكم مع أساي بوست وصارت معي اختصاصية التغذية سينتيا. صباح الخير سينتيا. صباح نور ستيفاني. ليش ما عم بضعف؟ هيدا السؤال بيطرحه كذا شخص على حاله لما بيعمل كتير رجيمات وما بيوصل لنتيجة، لما بيضعف بيرجع بينسح واتسترا. هيدا هيجس كل السيدات، يعني خاصة ببلدنا وقت نحن كاختصاصيات تغذية منلتقى بالعالم ومنقعد على طاولة العشاء، ليه ما عم بضعف؟ هيدا السؤال يعني موجود وين ما كان، تعتلي هم بس تظهري. صحيح، لانه كلهم بيحكوك شغل هلا حتى لما تكون عم تتسلي الا ولو كم كالوري وشو بدي اكل. لا الحال صار معنا مع أساي بوست ادفانس، بما انه ليه ما عم بضعف؟ لانه بكون عم بعمل ريجيمات غلط، وهذا الشيء كثير نسمعه عبر الاتصالات اللي عم يجونا على الرقم اللي عم نشوفه على الشاشه. في كثير ناس بيقولوا لنا ليه ما عم بضعف، في سبب من الاسباب اللي هو سبب رئيسي اللي هو الرجيم الغلط. يعني أنا وقتها بعمل رجيم وبعمل رجيم قاسي وما باكل كتير، أوكي بنزل كم كيلو، وصل لمرحلة ستوب بدي أعمل بلوكاج. فهون مثل في منهم ما بيتعشوا أو في منهم بيأكلوا وقعة واحدة مثلاً. كمين فينا نحكي عن هالشي هلأ بعد شوي؟ هلأ رح نحكي عنها. هلأ السبب الأساسي عن هالبلوكاج هو إنه عم نعمل رجيم كتير قاسي، عم نعمل رجيم غلط. الحل صار مع أساي بوست أدفانسد، بما إنه هو بيشيل هالبلوكاج. مش أول ثلاثة أيام ناخد أساي بوست ونقول ألو إنه ما راح البلوكاج. لا أكيد بدنا ناخده على فترة، مينيموم بدنا ناخده شهر. هلأ نحن مثل ما بنقول أول جمعتين ناخد حبتين قبل الترويق أو حبتين قبل الغداء، فينا ناخد حتى لمدة شهر حبتين قبل الترويق أو حبتين قبل الغداء، وأكيد هون البلوكاج بنكون خلصنا منه وبصير فينا نرجع بناخد منه حبتين بس قبل الترويقة. نعم. على مدار السنة كلها أكيد. نعم، لكن في ناس بيكتفوا بوقعة واحدة بيأكلوا الظهر بس، عشان بيأكلوا حبة فواكه، هل هيدا الشيء بيساعدهم تيضعفوا؟ بيقولوا انه عم نضعف. هون يا ريت حبه فواكه ستيفاني، بيقولوا لك باكل فواكه، الفواكه ما فيها كالوري. الفواكه بيحتوي على الفركتوز او السكر الفركتوز اللي هو منشيله من الفواكه. وقت بناكل جات فواكه هالفركتوز بيتحول لفات ومننصح، مشان هيك الناس مثل السكر يعني. مزبوط، كانك عم تاكلي سكر وهون عم تاكلي ولو انه سكر طبيعي، هو سكر والسكر بيتحول لفات. فمشان هيك وقت بنكون عم ناكل عشيه ما نفكر انه اذا اكلنا جات فواكه يعني هو دايت، لانه بيتحول لفات وهيدا الشيء اكيد. طيب كم حبه بدنا ناخذ بالنهار؟ هيدا سؤال كثير حلو، لانه حسب اول شيء الشخص وحسب طوله ووزنه. هلا بشكل عام لازم ناخذ حصتين لثلاث حصص فواكه بالنهار، يعني الحصه مما يعادل الكمشه، تنقول كمشه الايد، بس مش كمشه الايد الكبيره، كمشتي انا، كمشه الايد هي الحصه. حصه يعني حصتين لثلاث حصص، حبتين لثلاث حبات، حصة حبة تفاحة، ليمونة، نجاصة، اثنين كليمونتين، هيدي الكمشة، اوكي؟ فوقت ما ناكل فواكه ناكل بس حبتين لثلاث حبات بالنهار. هلا لنرجع كمان للي عم تحكي عنه الوقعة الوحدة بالنهار، اوكي؟ الوقعة الوحدة بالنهار بتضعفنا، بس رح تضعفنا مرة وحدة ورح تبطل تضعفنا، ونحن بنعرف انه وقت بنضعف بشكل سريع معدتنا ما بتكون صغرت، رح نرجع ناخد الكالوريات بعدين والوزن ونرجع ناخد وزن زايد. فهون وقت بناخد وقعة واحدة هالميتابوليسم بده يقل، أو حرق نسبة حرق الدهون كمان بدها تخف. فالحل هون كمان مع أساي بوست أدفانس، بما أنه بيحتوي على الأسايبري يلي بتعلي الميتابوليسم والجرين كوفي بينز يلي اتنيناتهم سوا بيعلوا هالميتابوليسم، منحافظ على ميتابوليسم معتدل وعادي. وهون أكيد ما منعود نخاف أنه ما نرجع نخسر وزن بالوقت اللاحق. غير عن هيك الأساي بوست أدفانس بخسرنا وزن وبيمنعنا أنه نرجع ناخد وزن بالوقت اللاحق. طب كل هالأسباب يلي حكينا عنهم منا موجودة، الواحد بياكل عادي واتسترا اتسترا، بشو فينا نفكر انه ليش الواحد ما بيضعف؟ هلا في كثير اسباب ثانيه كمان بتخلينا ما نضعف. هلا في سبب يمكن احنا ما بننتبه له، بنكون عم نعمل رجيم، ايه عم باكل اكل دايت ما عم زعبي، بس عندنا مشكله بالملح، لانه الملح بيعمل ريتونسيون دو او بيخزن مي. ففي كثير ناس بتاكل صويا صوص بكثره، بترش ملح كثير بصحنا غير الملح يلي بنكون رشيناه بالطبخ،
نرجع منرش ملح قبل ما ناكل. شو بيعملوا ريتنسيون دو؟ بيعملوا ريتنسيون دو وبيخزنوا مي، هالمي الزايدة بتكون برات خلايا جسم، فحتى لنتخلص منها ستيفاني لهالمي الزايدة ما قلنا غير أصلي بوست أدفانس، لأنه بيحتوي على الدندلاين اللي هي من عشبة من فصيلة الهنبة، وهي بتشيل المي اللي هي مخزنة برات هالخلايا وبتخلصنا منها، فهون خسارة الوزن كمان رح تكون مضمونة. فشو ما كان عنا سيناريو، كان عنا بلوكاج، كنا الميتابوليسم عنا واطي، كنا عم نرش ملح كتير، هون الأسايبوس أدفانس عم بخلصنا منها. كمان في عندك مشكلة ناس بيعملوا كونستيباسيون أو إمساك، فكمان هيدا الناس بتطلع بتحل مشكلة الإمساك لأنها بتحتوي على فايبرز. فأسايبوس أدفانس بما أنها بتحتوي على ألياف من الأساي الريزفيراترول، هي كلها أنواع من الألياف بتسهل المعدة والمصارين، لأنه نعرف على المدة الطويلة وقت نعمل كونستيباسيون أو إمساك ما منضعف، على الميزان نعمل بلوكاج، وهون بنصير نقول شو السبب. السبب هو الإمساك، هو زيادة رش الملح بالأكل، هو الرجيمات الغلط، وأكيد أسباب تانية وتانية بنكتشفها بالدايت. تنرجع نعيد سينتيا، مين في ياخد أساي بوست أدفانست؟ كل العالم فيهم ياخده من عمر 10 سنين ل لعمر لمية سنة. هيدا إذا عشنا 100 سنة نتمنى. والدراسات كمان العلمية تبينت إنه هو بيحتوي على أقوى أنتي أوكسيدان، فبالعالم بأوروبا وبأمريكا الأطباء بينصحوا ياخدوا بشكل يومي ولمدى العمر، لأنه بيطول العمر. غير عن هيك بيضعفك، دونك بيحميك من الأمراض المزمنة، خلايا الوجه كمان بيعطي نضارة للوجه بما أنه فيه كمان فيتامين سي، بيحافظ على الكولاجين والإلاستين، بيعطي نشاط وحيوية. نعرف نحن عبواب الشتاء وبالسقعة وهيك ما قلنا جلدة نقوم ومنحس على طول حالنا تعبانين، بحبتين من أسايبوس أدفانس رح يروح التعب، وبالعكس رح نحس بالنشاط، وهيك نحس إنه كتير حابين نشتغل، وبزيد بتزيد هالأكتيفيتي سبورتيف خلال النهار، بيزيد هالميتابوليزم، وأكيد نخسر وزن بشكل سريع. يعني كمان أساي بوست أدفانست مشاهدينا موجود بكل الصيدليات، ما عليكم غير تروحوا وتشتروا أساي بوست أدفانست اسمه، قبل كان اسمه أساي بوست، هلأ صار أدفانست لأنه تطور. مرضى السكري والكوليسترول والتريغليسيريد والضغط كمان فيهم يتناولوه للإمساك، لا واحد يضعف إذا مجمع ماي بجسمه، إذا برش كتير ملح بأكله، هولي كلهم بيأثروا، عنده مشكلة إنه ما عم بيضعف. كمان أساي بوست أدفانس هو مكمل غذائي، منه دواء، ما بيقطع لشيء. Thank you سينتيا، نرجع منشوفك نهار الجمعة إن الله راد. Have a nice day. مشاهدينا هيك بنكون خلصنا فقراتنا لليوم، أنا برجع بشوفكم نهار الأربعاء، ما تنسوا البسمة على وجهكم. باي باي.